مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة فاهيتا دجاج. عنا نص كيلو صافين بهذا الشكل قطعتهم، زيت نباتي، فليفلة حلوة، بصلة وسط مقطعة بهذا الشكل، بهار الفاهيتا، صوص الفاهيتا وملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، حطيت زيت نباتي وحطيت البصلة بالطنجرة. هلأ بقلي البصلة، بس قلت البصلة بهيدا الشكل حوالي دقيقتين. هلأ بحط فوقها الدجاج، كل مع بعض. هلأ بغطيهم، هلأ بحركهم شوي كمان. بعد حوالي 5 دقايق هلأ بحط الفلايفلة، كمان بحط صوص الفاهيتا، بهار الفاهيتا، حوالي ملعقة كبيرة بهار الفاهيتا حطيت، وملح أكيد عالذوق. أحركهم مع بعض، رح أحط كمان فوقهم فلايفلة حمرا تعطي شكل حلو. حركهم وبغطي الطنجرة ليستوي الدجاج والخضرة. بعد حوالي 7 دقايق بس اتأكد انه الدجاج انه استوى. هلأ منطفي الغاز. عندي جبنة موزاريلا، بدنا نلف الساندويش، حط بهيدا الشكل فاهيتا. برش الجبنة، هلأ بلفها كمان بهيدي الطريقة. هيدا الشكل النهائي. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.